يعلم الجميع أن أشغال إعادة البناء ديال هذا المحل راه تمت بكيفية معقولة وعلمية، واحتفظنا بهذا الموقع بالروح ديالو الأساسية، ونتمنى للجميع الاستمتاع به، وكنقول للمغاربة أجيوا لهذا المحل زوروه وتستمعوا استمتاع بموقعه بالوادي بالمحيط بالتاريخ بالرجوع إلى الماضي ولكن لاستشراف المستقبل إن شاء الله. أجي عيشوا هذا المكان اللي احنا عشنا فيه كذلك كأطفال وكشبان، وهيئنا فيه الدروس ديالنا الامتحانات ديال بروفي وديال البكالوريا وما إلى ذلك، وشكرا لكم. السلام عليكم. مبارك عواش لكم. هذا لودايا سكنت فيها هذه 50 ولا 60 سنة، وتنعرفها زنقة بزنقة عائلة بعائلة، واللي جلبني فيها وهو التراث ديالها الحيوط ديالها والتاريخ ديالها. لما مشيت اسبانيا فكرتني بالعنبرة، يعني العنبرة فكرتني مزيان بالودايا، لأنه الزوج بلدان هادو دازوا منها، دازت منها الحضارة الإسلامية ودازت منها الحضارة المغربية، مالك من بعد مالك. دونك هذا اللي خصنا نشوفه في هذه الودايا. شكرا لكم. الله ينورك. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.